انتقلنا بعد ذلك إلى نظام الحكم، وتم إقرار بالفعل عدة مواد مهمة تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته. وطبعا نظام الحكم ردا على الكثير مما يعني سألتوني فيه، نظام الحكم الذي تم إقراره بالفعل في هذا الدستور هو في النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وفيما يقال عنه نظام مختلط، وإن كان طبعا هذا المختلط غير محدد، قد يكون أقرب إلى الرئاسي أو أقرب إلى البرلماني. وبهذا المعنى يكون ما أقرته اللجنة هو نظام رئاسي مختلط أو نظام شبه رئاسي إذا أردت، لأنه يظل رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، ولكنه لا ينفرد مثلما كان الحال في السابق بجميع السلطات، وإنما يشاركه في ذلك رئيس الوزراء. فمثلا وضع سياسة الدولة تتم ما بين رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. رئيس الوزراء هنا ليس مجرد منفذ للسياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية، وإنما يتم وضع السياسة بواسطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. المادة الأولى في هذا الفصل وهي المادة 114 حتى الآن، وبكرر كل الأرقام دي قابلة للتعديل والتغيير. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها. نلاحظ هنا كلمة وحدة، أنه ليس وبرضو نصينا على كلمة أو مفهوم وحدة الأراضي في القسم اللي بيؤديه رئيس الجمهورية، أضفنا له كلمة وحدة أراضي، وليس فقط على سلامة أراضي. وحدة أراضي تعني أنه ليس من سلطاته التنازل، ليس من سلطاته تقسيم الوطن طبعا، وليس من سلطاته أيضا التنازل عن أي جزء منه، لا حلايب وشلاتين ولا سينا ولا غير هذه الأقاويل اللي كانت بتتردد. ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به. المادة 115، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. وهنا المفهوم اللي ارتضته اللجنة مش فقط إلا مرة واحدة تالية، وإنما يعني لو انتخب مرة واحدة لا يحق له أن يعيد ترشيحه مرة أخرى بعد انتخاب رئيس آخر. هي مرة واحدة فقط، وقد تمتد لفترة متتالية أو لا تمتد، لكنها في جميع الحالات مرة واحدة. ففكرة كما يحدث في بعض الأنظمة، وهذا نادر جدا، أنه رئيس بيترشح وياخد المدتين بتوعه، يجي رئيس آخر ثم يحق للرئيس السابق أن يترشح مرة أخرى، ولا تعتبر فترة ثالثة إنما فترة أولى تانية بيبدأ. ده طبعا اللجنة ناقشت هذا باستفاضة، ووجدنا أنه رئيس الجمهورية الذي يعني يطلع على كل أسرار الدولة ثم يخرج من الدولة، ويعني لا يحق له أن يعود إليه، آسف،
أن يعود إلى ذات الموقع مرة أخرى بعد مرور فترة. وفي حالة التجديد هي مرة واحدة فقط، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. لو عنده موقع حزبي بيتخلى عنه بانتخابه. مادة 116، يشترط فيما يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى. يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25,000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1,000 مؤيد من كل محافظة منها. 15، يعني 20 عضو مجلس أو 25,000 مواطن ممن لهم حق الترشيح أو الانتخاب، ويكونوا من 15 محافظة، بحد أدنى 1,000 مؤيد من كل محافظة منهم. ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح. ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ولذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، يعني 50+1. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. المادة 119، يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. وهنا الكلمة الجديدة زي ما قلت لكم هي الوحدة. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب. يعني لو ما كانش مجلس الشعب قائم يبقى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. بعد كده في مواد عن مرتب رئيس الجمهورية، وعن عايزين برضو طيب، يعني الحقيقة هخيب ظنكم. هو هينص عليه في الدستور؟ لا، هو انت كلامك مظبوط. يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بواسطة مهنة بالواسطة مهنة حرة. ممنوع عليه أن يزاول أي مهنة حرة، سواء بصفته عن نفسه أو بالواسطة عن طريق يعني توكيل آخرين، أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام،
أو ما يقدرش يشتري برضو من حد من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيع أو يبيع شيء أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايدها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها من العقود التي يحددها القانون. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. النقطة اللي جاية بقى، المادة 121 بتحدد كيفية اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء، ودي نقطة مهمة لأنها جديدة تماما، وهي دي اللي بتحدد أنه نظامنا أصبح نظام مختلط أقرب إلى الرئاسي طبعا، أو رئاسي مختلط أو شبه رئاسي، وليس نظاما رئاسيا صرف مثلما كان ومثلما الحال في بعض الدول الأخرى زي الولايات المتحدة. هو أقرب لو شيء إلى النظام الفرنسي، حيث لرئيس الوزراء سلطات أكبر. يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو لإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب. يعني هو بيكلف رئيس وزراء لكن بترشيح من الحزب أو لإئتلاف الحائز على الأكثرية مش الأغلبية، لأن ربما انتخابات لا تفرز أغلبية برلمانية بالمعنى المطلوب، لكن أكبر حزب حائز على عدد من المقاعد تسمى الأكثرية وليس الأغلبية، أو مجموعة أحزاب تحتكم على أكثرية مقاعد المجلس. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، هنا بقى الكلام على الأغلبية مش الأكثرية، يعني رئيس الوزراء بيجي من الأكثرية، طبعا قد تكون الأكثرية هي الأغلبية في بعض الانتخابات وقد لا تكون، في حالة أنها غير متطابقة مع الأغلبية، إذا كان رئيس الوزراء من الأكثرية يتعين عليه أن يحصل على ثقة الأغلبية في البرلمان خلال 60 يوم من ترشيح، يعني عنده 60 يوم يشكل الوزارة. وإذا لم يحصل على ثقة الأغلبية يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 30 يوما على الأكثر. بيختار رئيس الجمهورية رئيس تاني. وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. المادة دي بتحول دون تعنت مجلس الشعب الذي قد يرفض كل من يرشح رئيس للوزراء، كل ما يترشح واحد يرفضه، ما نقدرش نمارس هذا الحق بهذا الشكل وإلا حل مجلس الشعب، لأن في هنا فرصتين. فرصة الأولى أنه بنعطي للبرلمان نفسه أن يرشح رئيس الجمهورية من يرشح رئيس الوزراء من الأكثرية، ثم نعطي للبرلمان الحق مرة أخرى أن يصدق على هذا على الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء أو يرفضها، وهذا حقه. فإذا رفضها رئيس الجمهورية بيقوم باختيار رئيس مجلس وزراء آخر ويكلفه خلال 30 يوم
بأن يشكل وزارة جديدة ويعرضها مرة أخرى على البرلمان. فالبرلمان هنا هو عنده الموافقة النهائية دائما، ولكن هذه المادة تحول دون سوء استغلال لهذا الحق. وفي جميع الأحوال لا تزيد المدة المنصوص عليها عن 90 يوم. يعني في مواد إجرائية بعد كده مش أضيع وقتكم فيها، لكن مادة حاضر المادة 125 دي مهمة برضو، لأنها بتتعلق بنظام الحكم الجديد اللي احنا اللي الدستور ده بيطرحه، اللي هي تحديد سياسة الدولة. المادة 125 بتقول يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. في هنا نص على أنه سياسة الدولة يتم وضعها بالمشاركة ما بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. مادة مهمة حوالين إعلان الحرب، رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان المجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. نعم. مجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.